أنا راح أعطيك تصريح. نعم. السيد السوداني. نعم. رئيس الوزراء العراقي عندما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منشورة على صفحته الشخصية. نعم. رئاسة الوزراء، ماذا قال عن هذا الأنبوب اليوم؟ شو يقول لك؟ يقول لك الأنبوب أنه هو فقط لحديثة، وإحنا مررنا لأموال لحديثة فقط، يعني بعدنا ما مررين لأموال للأردن أنه يطلع من حديثة للعقل. آه. بس هناك ما يثبت، ومن كلام رئيس الوزراء هذا الشيء راح أقرأ بالنص إذا سمحت لي. تفضل. أكيد. فقرة: طورنا فكرة إنشاء مجمع البتروكيماويات والمصافي في عين السخنة، هاي إحدى الفقرات اللي تحدثها مع بايدن بمصر وفق تفاهمات، والآن بدأنا بتنفيذ المرحلة الأولى. المرحلة الأولى بصرة حديثة. اليوم حدد رئيس الوزراء المرحلة الأولى شنو؟ بصرة حديثة. ويكمل: التي ستخدمنا بمرونة نقل الصادرات، ويمكن أن تكون بموديل اقتصادي يجمع ثلاث دول لهذا المشروع المهم والحيوي. إذن المشروع الآن هو الهدف منه بصرة حديثة أم بصرة عين سخنة؟ يعني قصدك أنه النفي كذب تفصيل الحديث. نفي رئاسة الوزراء ومستشاريها والمسؤولين ووزارة النفط والشركة المشاريع في وزارة النفط. نعم. كذب بهذا المنشور الذي نشر أيام ما كان رئيس الوزراء في أمريكا. احنا الآن هسه افتهم، يعني هسه احنا معقولة كل النواب مؤيدين لهذا المشروع؟ النواب الأغلب برروا. نعم. النواب برروا بأنه الأوراق لم تعرض عليهم حتى قبل فترة قصيرة. آمنت بالله. طيب يعني اكو مجموعة معارضين من هذا الكلام اليوم ظهروا. طيب ما ليش ما يتم استجواب هسه هذا؟ هسه هاي المخالفة او المفارقة اللي صايرة بين تصريح رئيس الوزراء وبين تصريحات وزارة النقل وإلى آخره، المفروض أنه هاي يصير بها استجواب واحد يفهم. أنا أؤكد بأنه النواب اليوم إذا يريدون يبرون ساحتهم حقيقة، يبرئون ساحتهم من هذا العمل، عليهم أن يتقدموا بالشكوى قضائية ضد الحكومة العراقية، ضد رئاسة الوزراء وضد وزارة النفط، لأن هاي كانت خديعة. إذا هم يقولون فعلا أنها خديعة، وعليهم أن يذهبوا إلى القانون، وعليهم أن يطعنوا جميعهم، كل اللي يطلع وقاعد يقول، ها؟ نعم. قاعد يقول بأنه هذا الموضوع ما ندري بيه ومر علينا وإحنا ما عدنا علم وخدعونا، خليه يذهب إلى المحكمة الاتحادية العليا ويطعن في أصل هذا الموضوع. تكهناتك باللي بما يدور خلف الكواليس. أستاذ العزيز، خلي أقول لك شغلة واحدة أستاذ عمر، لولا موافقة الرؤوس الكبار لما مر هذا المشروع. شوف أنا اليوم ما أريد أجيب أسماء. احنا التقينا في شخصية سياسية كانت داعمة لمحمد شاع السوداني عندما كنا نطالب مبادرة حزام الطريق، وقال بالحرف الواحد بأنه رئيس الوزراء الحالي مخول بالتصرف في داخل البلد، ولكن شوف إذا كانت الأمور تخص السياسات العامة وخارج العراق و الأهداف الاستراتيجية فواجب عليه أن يعود بها لنا. هسا احنا سوينا هسا لنا رؤوس كبار، رؤوس كبار معناها شنو؟ قيادات نواب. اسمح لي، معناها شنو؟ نعم. معناها هذا الموضوع إذا فعلا وصحيح فعلا، معناها أنهم يعرفون عن هذا المشروع، لذلك أنا قلت لك راحوا للسفارة الأمريكية. تستبعدها عنهم؟ استبعدها؟ تستبعدها عنهم؟ عن شنو؟ من الممكن انه اكو داخل مجلس النواب عدد كبير من النواب اكو هم مؤيدين للمشروع اكثر حتى من الحكومة. شوف، النواب يعملون بما يريده رئيس الكتلة وليس باليمين الذي اقسموه بان يكونوا صادقين مع الشعب ومع الله ويسيرون على ما يريده الدستور والقوانين.